هو صحيح قرض صندوق النقد الدولي اللي جاي هيوصل 12 مليار جنيه؟ ومين قال؟ ولميس الحديد جابت كلامها منين؟ وهل ممكن الصندوق يوافق على قرض بالحجم ده؟ بانكير نبض البنوك. كلنا عارفين اللي حصل ما بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من مارس اللي فات، وبعد تجميد صرف شرائح القرض 3 مليار دولار عند أول شريحة، والخلاف كان بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أو التعويم، وده كان شرط الصندوق في البداية. لكن مع تأزم الأوضاع الاقتصادية عالميا كان تحرير سعر الجنيه مخاطرة كبيرة للمواطن ما كانش هيقدر يتحملها، وبعد جدل ما بين الحكومة والصندوق السيسي حسم الموضوع وقال مفيش تعويم. بعد قرار السيسي الصندوق حاول يضغط أكتر من مرة عشان مصر تعوم عملتها لكن ملقاش فايدة، وجت حرب غزة والأوضاع في المنطقة زادت صعوبة. هنا قرر صندوق النقد الدولي يغير موقفه تماما من مصر، ولقى أن مفيش فايدة أن الأمور تقف علشان خاطر خلاف على بند واحد في خطة الإصلاح الاقتصادي. اتغير موقفه بعد موقف أوروبا الداعم لمصر وقرارها بمساعدة مصر باستثمارات 10 مليار دولار في قطاعات عديدة، وده مش لله وللوطن لكن بسبب موقف مصر المشرف في الأحداث بالمنطقة، وفي نفس الوقت لأن مصر درع بيحمي أوروبا من تصاعد الأحداث. المهم المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا طلعت وتكلمت من كام يوم بعد لقاء ليها مع الرئيس السيسي على هامش قمة المناخ، وقالت إن التعاون مع مصر هياخد شكل مختلف في الأيام اللي جاية، وفي دعم كبير لمصر من الصندوق، وإن الصندوق بيدرس مضاعفة مبلغ القرض، وتوقعت المصادر الاقتصادية إن هو ممكن يوصل ل 6 مليار دولار بدل 3 مليار دولار. من ساعتها خرجت الإعلامية لميس الحديدي واتكلمت في موضوع قرض صندوق النقد الدولي المتوقع، وقالت إن في تفاهمات مع الحكومة المصرية وإن الصندوق مهتم بالتضخم وسعر الصرف المرن، وده بيعكس تغير سلوك الصندوق. لميس قالت في برنامجها كلمة أخيرة إن الصندوق بيجري نقاشات مع الجانب المصري حول بعض السياسات الداعمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد، وده بيعني احتمالية حدوث مراجعة أولى وثانية لاتفاق الصندوق خلال الأسابيع اللي جاية. خلونا في المهم اللي قالته الإعلامية الشهيرة، وهو بخصوص قيمة التمويل الإضافي البالغ 3 مليار دولار على 46 شهر لضمان النجاح في تنفيذ حزمة السياسات النقدية، وقالت معلوماتنا بتقول إن المفاوضات لم تعد حول 3 مليار دولار، ولكن النقاش الآن على رقم جديد أكبر ربما يوصل ما بين 10 ل 12 مليار دولار لدعم التحولات السياسية وسعر الصرف وثور العدوان على غزة وما قبلها وتأثير كل ده على مصر. طبعا بصرف النظر عن مصدر المعلومة، لكن المنطق بيقول ان ده ممكن يحصل بعد تلقي صندوق الدولي الضوء الاخضر من امريكا واوروبا لمساعدة مصر، واحتمال كبير يكون في قرض بالمبلغ الضخم ده. المفاجأة بقى ان في بداية تفاوض مصر مع الصندوق من اكتر من سنة كانت الدولة بتتكلم على 12 مليار دولار قرض، وجايز يكون الصندوق رجع يدرس العرض الاساسي لمصر. ايا كان اللي ناوي عليه الصندوق فاكيد ان ازمة الدولار في طريقها للانتهاء، وده مش عشان الانفراجة في ملف القرض لكن عشان القرض هيفتح الباب على مصراعيه للاستثمار الخارجي اللي منتظر توحيد سعر صرف الدولار في مصر عشان يجي مستثمر في المناطق الواعدة في البلد زي السخنة، اقتصادية قناة السويس وغيرها في القطاعات المختلفة زي السياحة والمواني والنقل والصناعة والتعدين وفي المناطق والمدن الصناعية الجديدة. تحريك ملف الصندوق والاستثمار بيتزامن مع وجود اتجاه سياسي عالمي لأهمية دعم مصر في المرحلة الجاية، والفلوس اللي هتيجي من القرض والاستثمار وباقي جهات التمويل أكيد الحكومة هتستفاد بيها، فدعم الاقتصاد وانطلاقه أفضل في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكل المجالات. أنا أشرقة أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.